مثل ما بلشت المقدمة تبعيتي، الموضوع رح يكمل مع المعالجة النفسية ديالا عيتاني. فعلا نحن بأي زمن عايشين، وهيدا الموضوع بيطلق عليه مصطلح فومو. صباح الخير إليك ديالا، أهلا وسهلا فيك. كيفك اليوم؟ الحمد لله. مش الحال. يعني أول شيء خلينا نعرف عن المصطلح يلي هو فومو، شو بيعني هيدا المصطلح؟ هو fear of missing out، وتوحد يكون في قلق وتوتر إنه معقول يروح عليه شيء. بلشت من قبل، من اخر التسعينات تقريبا، بالماركتينج والادفرتايزنج. انتبهوا له وقت يكونوا مثلا عم بيعملوا ديسكاونت معين، وتحس العالم مثل حتى لو ما لازم شيء معين بتروح بدها تشتري، خايفه تروح عليها فرصه. ودائما مثل كانه في فرصه رح تروح عليهم، دائما مثل كانه في شيء حلو هن ما رح يحصلوا عليه، رح يخسروه. صحيح. وشوي شوي كملت الامور، وقتها صرنا نحس في اشخاص بيكونوا مشغولين، بيكون مثلا واحد عنده امتحان تاني نهار، عنده شغل لازم يشتغل عليه، بدقوا له رفقاته، بصير انه هو لازم يعني بحس بالذنب انه منه قادر يظهر معهم، ولكن بنفس الوقت مثل كانه هن حيعملوا شيء كثير حلو وهو ما رح يقدر يركز. بقى بيصير عايش بهالصراع، ما عم بقدر ركز على الامور اللي لازم اعملها، او بكون انا كثير تعبان بعد نهار طويل وبعرف انه جسمي بحاجه لراحه معينه، ولكن بصير فيها الدهرة، هالمحل الجديد بيفتح كله بده يتحمس، بصير أنا أنه I don't want to be left out، أنا بدي أكون تابع لهالمجموعة. نعم. ما بدي أكون لحالي، ما بدي أخسر علي هالفرصة. هني بصيروا بيعرفوا شيء أنا ما بعرفه، هني بيتسلوا أنا ما بتسلى، بفوت بهالمقارنة أنه هني غير أنا. في أشخاص كتير لحتى يخففوا من هالتوتر بيقولوا معلي أنا ما بسمع لجسدي إذا بحاجة لراحة، أو ما بسمع لأولوياتي إذا عندي عمل معين لازم خلصه، وبدي ألحق المجموعة وبظهر. وهيك بلشت القصة، أنه كرمال خفف هالتوتر أنا بضغط على حالي وبعمل مثل الآخرين، وبتبلش شوي المقارنة. إلى أن من 2004 كانت كتير هالأفكار عم بتكون بفكرة أنه واحد ما بده يكون بعيد عن العالم اللي عم تعمله، بلشت أكتر وأكتر هلأ زادت مع السوشيال ميديا، وصار عنا الفومو للحياة اليومية. إذا واحد حس حاله بده يلحق على كل شيء، كل شيء فتح جديد، كل سفرة، الدهرة، العالم كله وين عم بتروح، بدي لحق الكل. بدنا نفرج الآخرين غيرنا، أنا شوفوا أنا وياكم قادرين نعيش نفس الحياة. مصبوع. انتو بتظهروا انا بظهر، انتو بتتسلوا انا بتسلى، انتو بتكذبوا انا بكذب، انتو بتنزلوا صور يلا ركض على السوشيال ميديا انا كمان. مزبوط. بلشت هيك، هي المقارنة، يعني المقارنة مع الاخر كمان ديالا بلشوا بالدي تو دي اللي هي المقارنه، واحد شو عم بيعمل، وزادت اكثر بفكره السوشيال ميديا. صار في الفير اوف ميسينج اوت، انه انا بدي اشوف شو بعمل على السوشيال ميديا. كل الوقت العالم يلي بحسسك انه انت يمكن حياتك منا مثاليه، منا بيرفكت، منا على قد الاخر او على مثل حياه الاخر. قد ايه هون بقى هيدا المصطلح بيلعب دور؟ تعرفي في مقوله بتقول انه واحد بيقدر يحصل على السعاده، بس مجرد بلش يقارن حاله بالاخرين صعب كتير يوصل للسعادة، صعب يوصل للاقتناع، لأنه عقلنا بيخدعنا بفكرة أنه منصير منقارن كل شخص جزء من حياته. يعني يمكن نقارن شكلنا بحدا معين، يمكن نقارن حياة هالشخص بدهراته، يمكن نرجع يأثر علينا بإنجازات شخص ثالث، وبالتالي صار في دايما خوف أنه الآخر بيعرف أشياء أنا ما بعرفها. وفي حتى أشخاص صارت هالفير أوف ميسينج أوت بالسوشيال ميديا، هون بلشت الأدكشن أكثر على التليفونات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. برأيك الناس اليوم، خليني أقول يلي عندها إدمان على السوشيال ميديا، هي موجودة بكثرة لتقول أنه أنا بعرف كل شيء عم بيصير حوالي، ما بدي يعني ما بدي شيء يفوتني. يعني بيكونوا مدمنين، حتى في ناس يمكن أوقات تخسر شغلها لأنه كل الوقت على تليفونها. صوت. صار الإدمان كثير، يعني بيضرب الدوبامين بالدماغ، خلص بصير واحد كل مرة بده يقضي وقت أكثر، بعدين بيبطل في انتباه. اليوم كتير أشخاص ما بتنتبه إنه عندها هالخوف إنه تروح عليها شيء، إن كان بالسوشيال ميديا، مش هيك بتحسي بدهم يواكبوا كل شخص شو عم بيعمل، كل مودة كيف نزلت، كل حدث معين، كل دهرات الآخرين، بدهم يشوفوا كل الوقت عم بيقضوه على السوشيال ميديا. بتبلش بالديستراكشن البسيطة، واحد يمكن بيترك شغله، بيترك عائلته، بيترك تواصل مع الآخر لخمس دقايق، ولكن بتصير الوضع يعني الوقت كله بداهمه الشخص بضل كل الوقت على السوشيال ميديا. وهالأشخاص اللي بيصيروا
على السوشيال ميديا ما بدهم يقفوا كومنت، بتلاقيهم عم بيحطوا عم بيسجلوا موقف حتى لو هن بيعرفوا بالموضوع او لا، بدهم يبدوا رايهم بكل محل ومثل كانه هن موجودين، وكانه صار الشخص لازم يكون موجود بكل المحلات على كل السوشيال ميديا بكل الايفنتس، بده يسجل رايه وبده يبدي رايه بكل شيء، وبتصير هون الادمان من فكره انه انا ما بدي اروح شيء من السوشيال ميديا وبنفس الوقت ما بدي اروح شيء من برا. أي من متى ديالا أي متى قبل ما أوصل أي متى بتصير مرضية؟ مين الأشخاص الأكثر عرضة؟ يعني اللي عندهم هشاشة جوانية، يلي أصلاً ما عندهم ثقة بحالهم، يلي عندهم نقص معين بحياتهم، أو لا نحن مين أيا ما كنا معرضين لهيدا الشيء؟ في بعض الأشخاص عرضة أكثر مثل المراهقين، لأنه بيكون في تغيير الهرمونات، بتكون فترة كتير حساسة، خايفين أنه الآخرين ما يقبلون، بيكون في بولينج إذا هن ما كانوا عم بيتبعوا لجروبات معينة، كمان بتكون في الكرايسيس الايدنتيتي كرايسيس ومنه عارف حاله شو بده وصار في مقارنة مع الآخرين، في حتى هروب من واقع معين بالسوشيال ميديا، في فكرة أنه أنا بدي أهرب من واقع لحتى أكون مع الآخرين ودائما حس حالي موجود. هول الأشخاص معقول تبلش كتير بالمراهقة. الأشخاص اللي ما في معنى أساسي لنهار، ما في تنظيم لنهارهم، في كتير وقت فراغ، كتير سهل أنه يوقعوا بإدمان السوشيال ميديا وبفكرة أنه أنا موجود مع الكل. الشخص اللي عنده قلة ثقة بنفسه ومنه مرتاح مع هو كيف، كتير سهل أنه ينجح. وخاصة أنه عالم كتير سهل أنه ياخد كل، يعني الكل بيقدر ينجر فيه بسهولة لأنه الإدمان كتير سريع فيه، لأنه في كتير أمور. يعني عم بتخيل أنا أنه اللي أصلاً ضعيف الشخصية واللي أصلاً حاسس هو بنقص بحياته وعم يطلع عم بيشوف انه واو حياة غيري قد ايه حلوة، ليكو كيف عايشين، ليك شو بيعملوا، هون ممكن يوصل للاكتئاب. صحيح، الدراسات اثبتت في كتير لينك كورليشن بين الاكتئاب والكثرة التايم على السوشيال ميديا، وحتى بين التوتر اللي هو هلا الخوف انه انا عم روح علي كتير امور بحياتي، انا حياتي ما هالقد بتحمسني، في نوع من الخمول. هون المشكلة صارت كترتها أثرت كتير على الصحة النفسية. الشخص حتى لو قرر مثلا أنه أوكي ماني قادر تابع لجروبات، ماني قادر أظهر معهم، أو ما عندي وقت كتير للسوشيال ميديا، بطل مركز على هو عم بيعمله. صار التشتت الفكري كتير بأنه أنا شو بدي أعمل، شو عم بعمل هلأ، شو كان فيي أعمل. هالصراع الداخلي مع الأشخاص حسست في كتير تشتت بالفكر، في كتير مقارنة مع الآخرين، وفي كتير شعور بالذنب أنه هل أنا عم روح علي أمور كتير، هل أنا منيح، هل أنا بيقبلوني، هل أنا لازم أكون مطلع على كل شيء اليوم، هل العالم الافتراضي أنا لازم أكون موجود دايما، وكأنه هالأرج أنه أنا بدي أعرف شو عم بيصير بحياة الآخرين. كثرة التركيز على حياتهم كمان بطلت اسمع انا شو بحاجه، واللي هي كثير امرار اشخاص بتحسين في بيرن اوت، يعني بهيك كانه بيمشوا مع الموجه بدون ما عن جد يركزوا على هن شو بدهم، هن لشو بحاجه، ما عارفين بقى شو بيلبق لهم. طب اللي بيلبق للباقيين ما بيلبق لي، النجاحات الاخرين يمكن انا ظروفي ما بتسمح لي، كيف بدي احسس حالي بهالذنب انه لا هن قدروا. هالكلمات اللي كمان عم بحطوها انه فيكم تعملوا كل شيء، لازم تكونوا everywhere، هالاشياء الجديده بعد ما جربتوها، هالترندز عم بتروحوها عليكم، وكانه دائما في شعور انه انا اذا ما كنت معهم في خساره. طب هالشعور بالخساره كل الوقت، انا عايش بشعور انه خلص مني راضي على الامور اللي عندي اياها، I'm not enough. بتنع كمان بحياتي مثل ما هي. اي متى بتحسي ديالا انه صارت القصه لا مرضيه بدها تدخل وبدها معالج نفسي؟ بتعرف المرض حتى وقت الاشخاص ما عم بيكون عندهم وعي قد ايه عم بتاثر على صحتهم النفسيه، ما عم بيكون في هالارتباك اللي هن منهم منتبهين لي، ليه انا ماني مرتاح هلا؟ ليه ما عم بقدر اركز على عملي؟ ليه صعب اقول لا لا مثلا ظهرة مع أشخاص وأنا عارف أنه يمكن مش قدرتي أو مش ما عندي الوقت أو ما بقدر هلأ أو ما عم بقدر أسمع لجسمي وأعطي مجال للراحة شوي؟ ليه أنا ما عم بقدر أترك التليفون شوي وخصص عن جد ركز على conversation مع حدا معين؟ ليش أنا بهمني دايما أراء الآخرين فيي وبهمني إذا طلع لي هالكومنتس ولا لا؟ أول شغلة بدي أنتبه له
هل الشعور اللي انا عم بحسه اذا حسيت حالي بهالتوتر، هل انا عم بقدر ركز على حاضري، بقدر ركز على امور ثانيه بعيدا عن العالم المجتمع شو بده، بعيدا عن التليفون والسوشيال ميديا شو بدهم، قد ايه عم بقضي وقت على التليفون؟ هل كل مره عم بحس عم بقدر احط تايمر؟ لانه كثير امرار بتقول لك العالم ماشي، انا ما كثير برجع بتشوف التايم شو بطلع ساعات. خمس دقائق، خمس دقائق بيقطع الوقت يمكن بسرعه، بس اكيد اكثر من خمس دقائق. والاشخاص اللي انا بعرف لازم نام بس بتبلش شوي على السوشيال ميديا، خليني اشوف هون شو فيه وهون شو فيه وهيدا شو عم بيعمل، وبتسحب معه السهره كلها وبتاثر على نومهم، وبتصير هالترند دائما انه انا لانه موتر ما بدي اتغلب على هالتوتر، يبين على التوتر. ديالا عم تقولي شيء كثير مزبوط، كثير بيوتر السوشيال ميديا، كثير بتوتر قبل ما تنامي، يعني لما بتكوني رايحة على التخت وبدك خلص هلا وقت النوم وتفتحي مثل ما قلتي شغلة بتجر شغلة، وفي كتير أمرار أنا صرت عم بحس عم بنتبه على حالي، في كتير قصص أوقات بتوترني، فقررت أنه أبدا يعني وقف هيدا الموضوع نهائيا قبل ما نام، لأنه عن جد بينعكس بشكل سلبي، بتحسي بتقلقي كل الليل ما بتعرفي ليه. ولا شعوريا بصير في المقارنة باللاوعي، أنه مثلا فرضنا حدا كان عنده نهار عادي ما كتير فيه اكسايتمنت، ما فيه كثير امور او نهار شغل يعني. مزبوط، هيدي بطلت عاده، بصير واحد بحس انه لك هن شو عملوا، هن شو قدروا، كان لازم انا يمكن يا ريت ما قلت لا، او لك هن انبسطوا كثير بغيابي، انا عم روح علي كثير امور، هن ناجحين انا لا. فهالافكار اللي واحد عم بياخذها قبل ما ينام بصير بيوتر الشخص، ما بيقدر يكون عنده هالنوم المريح، وكمان بصير في ادمان من يعني من حدا بدي الاقي انا ترندز تانيين، بدي اشوف اشخاص اخرين يلي هن بيولد كل هالخوف، بيولد هالشعور بالذنب، شعور بالنقص، شعور بقلة ثقة بحالهم. منا اي تفضلي، لا كفي فكرتك لارجع احكي عن المراهقين. منا طلع هلا ترند جديد يلي هو العكس تماما، اللي هو joy of missing out. لاحظوا انه هالادمان كثرة السوشيال ميديا بلشوا بالترندز، بعدين حسينا كثير بطل في بالانس، فراحوا لاكستريم ثاني يلي هو شوي توعيه انه انا بدي يكون عندي ذا جوي اوف ميسينج اوت، انا مبسوط انه قلت لا للظهره، مبسوط انه قلت لا لهالايفنتس والبارتي لانه انا تعبان، مبسوط انه حطيت التليفون على جنب وعملت هالديتوكس من التليفون، وطلعوا الترندز الجديد اللي هي انا كلمة دائما العبارة اللي بستخدمها انه حتى لو انا قلت لا انا بقدر اكون مبسوط انا ومرتاح ببيتي، انا بقدر اكون مبسوط انا عم بحضر موفي لحالي، انا عم بقرا كتاب، عم بسمع موسيقى، لانه انا بحاجة لهالامور. وكيف ارجع اعود حالي هيدي الاشياء يعني صحيح. خلينا ننطلق من اللي بحبوه كمان، انا هيدا اللي كنت اسالك عنه، انه الاهل ودورهم مع المراهق انهم يحبوا حالهم وينبسطوا باللي عندهم اياه بغض النظر عن شو عم بيشوفوا على السوشيال ميديا، فجاوبتيني على السؤال. وبتحسي حتى الاهل، بس اهم شيء الاهل هن يبلشوا بحالهم، يكون الرول موديل. كثير صعب الام تقول لابنها ما تضلك على السوشيال ميديا اذا هي على السوشيال ميديا، وما تقارن حالك اذا هي لا شعوريا عم بتقارنه، ولا احب حالك اذا هي عم بتشوف قد ايه عدد الفولورز عندها. فالمراهق بحس هون اذا كان في جو عائله هن مرتاحين مع حالهم، اذا كان في مقارنه بترجع هي بطريقه غير مباشره بتضوي على نقاط قوته، بتعزز له ثقته بحاله. نعم. فينا نقول مزبوط في كتير امور نحن ما رح نعملها ونحن مبسوطين، مزبوط في كتير اشخاص عندهم اشياء نحن ما عنا اياه وبالرغم من هالشيء نحن راضيين وحابين. اليوم ما فيني انا اخذ من كل شيء، ما فيني احصل على كل شيء، بدي ارجع ركز على الامور اللي انا بحاجه لها، امرار انا بحاجه لراحه، امرار بحاجه اقول لا للظهرات، امرار مش قادر تسافر، امرار انا ما بقدر واكب هالترندز والاشياء الكتير، وهي بالنهايه ترندز. اليوم بتطلع ترندز بتاثر كتير سلبا بترجع بصير في ترند ثاني. فانا كل ما لقيت وقت انه انا اعرف حالي، حب حالي، اهتم بحالي واعرف شو بيناسبني، كل ما بعدت شوي على كل هالستريس، كل هالترندز، وهيك كنت شوي ريل اكثر مع حالي، وكل ما انبسطت اكثر بحياتي يلي انا عم عيشها مثل ما هي. صحيح. شكرا كثير لك ديالا عيتاني، كان كثير حلو الموضوع اليوم، وان شاء الله يكونوا كل اللي عم يسمعونا قدروا يستفيدوا منه. اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا.